اعمل كده. هو ايه الجمال اللي احنا فيه ده؟ يا روحي على الجمال. ايه ده؟ بص كده، ايه الريحة التحفة اللي انا شماها دي؟ ما تيجي نبص كده. ايه ده؟ هو ايه ده؟ ما تيجي نعمل كده ونبص ونشوف الفراغات. يا روحي على الجمال. كوباية شاي محمد ابراهيم بسرعة. بص المنظر وريحة البرتقال بتاعتها تجنن تجنن. عظمة عظمة عظمة. انا لو قعدت اكل هننسى الحلقة ومش هنكمل من طعامة البسيسة وحلاوتها. والله العظيم تحفة. نعمل كده وتعالوا نشوف مع بعض التحفه دي اتعملت ازاي. لا كده اكني فار اللي واكل منها. استنى بس نطلع واحده كمان كده. كوبايتين دي ذره اصفر ولازم يتنخل عشان ما يبقاش فيه قشر الذره ولا قدر الله بعد الشر تقف في زورنا. طيب معايا ايه؟ نص كوبايه دي ابيض عادي والاثنين منخولين، اربع بيضات، نص كوبايه زيت، نص كوبايه مياه غازيه. رغده فين؟ هو المقادير دي متعايرة بكوبايتي صح؟ طب احنا المفروض ان احنا حاطين نص كوباية مية غازية. نص كوباية مية غازية، معايا كمان كوباية سكر وكوباية كاملة عصير برتقال، معلقة كبيرة بشر برتقال، معلقة ونص كبيرة بيكنج باودر. عصير البرتقال مع الصودا برتقال مع بشر البرتقال بتخلي الريحه واللون بتاع البسيسه زي ما انتم شايفين كده. ادي لون البسيسه، بصوا شكلها عامل ازاي؟ شايفين اللون بتاعها؟ ومش قادره اقول لكم كل قطعه بتتقطع ريحه البرتقال مفحفحه مفحفحه. طيب نعمل ايه؟ نحط بيض. وهتشوفوا في المقادير ان احنا مش حاطين فانيليا، وليه احط فانيليا وانا عندي بشر برتقال؟ ادي بيض بشر برتقال. ادي سكر، ادي زيت، عينيا، معايا بيكنج باودر هحطه هنا على الدقيق مع دقيق الذره، هنزل هنا بالصودا، هنزل عليها بعصير البرتقال فريش. يا نهار ابيض على الروايح اللي تجنن وكلها برتقال في برتقال. نشيل ده كله كده. نعم عندي بولة خلاطي الجبار احط كده وابدأ ان انا اضرب فيه حاجتنا دي كلها. نيجي هنا كده عندي الدقيق حطيت عليه البيكنج باودر وطبعا كله منخول. انزل كده دقيق الذره لازم يكون منخول عشان لا قدر الله ما يبقاش فيه اي قشره تقف في زور حضرتك وانت بتاكلي او اي حد ياكل منها يشرق. مش عايزين الكلام ده. نعمل كده نخلط كله والخليط يبقى ناعم. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180. طب عامل ازاي؟ حد هيقول لي الخليط عامل ازاي؟ خفيف. المفروض ان هو يحصل فيه ايه؟ يتقل. الله ينور عليكم. فالمفروض ان انا قبل ما احطه في الصينيه اسيبه قد ايه؟ 10 دقائق. الله اكبر علينا. يبدا ان هو يتقل معانا اسيبه 10 دقائق كده وابدا بعد كده الصينيه بتاعتنا مدهونه زبده ومتعفره بالدقيق واحطها فيه واحطها فيه. صغري الصينيه شويه عشان البسيسه تطلع لك عاليه. ما ينفعش ان هي تبقى الصينيه كبيره وتبقى رفيعه.